التيمة الشعبية أو أي تيم تانية لو معمولة حلوة تعجب الناس جماهيريا. أنا اتفاجئت بصراحة. في صحن المحارب محارب مشهود لي بالتجارب محارب بسطات في العالم. ترمومتر النجاح عند الفنان حسن الرداد هو الجمهور، ولهيك قرر انه بصمتهم ترافقه في كل مكان بحياته حتى بمكتبه. يعني الصورة دي انا ما بحبش احط لنفسي صور، بس دايما الناس بتبعت لي هدايا بصور بيرسموا صور، ففي ناس كتير بلاقيها يعني عندها موهبة او فبريهم بيرسموني وبعتوا لي الصور يعني، فدي احدى الصور اللي حد كان رسمها لي فحطيتها في المكتب. ردود افعال الجمهور في الشارع هي العامل المهم عند حسن اكثر من ترندات السوشيال ميديا. وهيدا يلي شفناه في مسلسل محارب يلي جمع توليفة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد زاهر، ناهد السباعي، ومنة فضالي. أنا يوميا بصور في أماكن كتير، بقابل ناس كتير الحمد لله بيتكلموا عن المسلسل، فده بالنسبة لي مؤشر نجاح الحمد لله، ومبسوط بيه قوي طبعا. يا برنس الليالي يا رمان في الميزان، يا بندر قلبي فينك من زمان، حبك بالمجان. أيوة. والمسلسل يعني نجح جماهيريا. أنا اتفاجئت بصراحة، يعني بيقولك دلوقتي محارب ده مسلسل الشارع، فدي حاجة لطيفة طبعا. ومبسوطة الحسن ردات حقيقي، يمكن كمان حسن في أحسن حالاته، يمكن ما كانش في ظروف ان انا وهو نشتغل مع بعض غير مشهد واحد. انا فينك مركز ذنب، بس ذنبك الوحيد ان ده جوزك. ياما شفنا مسلسلات او اعمال سينمائيه ما متكلفه كتير قوي بس ما وصلتش للناس، فيها حاجات تقدر الناس تعملها فيك، يقدر يعمل لنفسه ترند، يقدر يعمل لنفسه كومنتس ايجابيه، يقدر يعمل لنفسه حاجات، يقدر يضرب في مسلسل تاني ان هو عشان ناجح فيقول عليه كذا، وانا تعرضت للحاجات دي، فده اللي بيبقى مهم بالنسبه لي ان الاقي انزل الشارع الاقي الناس بتتكلم، اما اقعد قاعده مع ناس الاقي الناس بتكلمني عن المسلسل. دي بتعقديها. قصة جديدة، نجوم كبار، وأحداث مشوقة غير مملة، كلها أسباب ساعدت في نجاح المسلسل، بالإضافة كمان للحملة الدعائية الطريفة يلي أطلقها صناع العمل قبل عرض المسلسل. أنا ما تقولش اسمي يا مستر. دي تسيئني، دي تسيئني اللي عملها في المسلسل يا راجل. بنضيف عليها كمان الأغنية يلي أطلقها حسن الرداد. كله يصحى للمحارب، خدوني قالوا قول أسماء كصف عشرين ثاني، قلت اللي كان على بالي وتلاقيته الدنيا لاهي، يا إخواتي يا حبايبي أنتوا عندي في حتة تاني، الرداد بيحبكم فعملت لكم أغنية. يعني أنا كنت متفائل من قبل ما المسلسل يتعرض، من أول ما بدأنا الكامبين بتاعت السوشيال ميديا ولقيت فيه تجاوب كبير جدا من الناس، وبعد كده عملت الأغنية ولقيت فيه رد فعل حلو قوي من الناس، وبدأت ألاقي ناس بعيدة عن الفن اللي في كندا واللي في أمريكا، صحابي أعرفهم أو ناس بشتغل معهم وكده بيكلموني أنت ما قلتش اسمي ما قلتش اسمي، فلقيت إن الموضوع راح فايرل مع الناس. يمكن إحنا عاملين كنا كامبين حلوة قوي لدعاية المسلسل، دي كانت سبب برضو من أسباب إن المسلسل اتشاف بشكل أكتر. محمد سيد بشير كان عامل حالة مختلفة تماما، الفيديوهات اللي اتعملت والأغنية والحاجات بتاعت نسان الأسامي والحاجات دي فكانت لطيفة. منا فضلي حبيبتي الملايين، غفران محمد قمر وزين، أم حبيبتي عفاف شعيب. مشهد الوفاة طبعا كان مشهد من أصعب مشاهد المسلسل بالنسبة لي، لانه مشهد حساس جدا ومشهد بيلمس اي انسان. مالكش على كده حد، لا مالكش حق، لا مالكش حق. واحدة قاعدة مشلولة على كرسي، ويمكن دي كانت حاجة تعباني اصلا، لان احنا بنقعد نصور وقت طويل قوي، مشهد ممكن يقعد 3 ساعات، فانت مضطرة ان انت تقعدي طول الوقت مكلبشة في الكرسي، يمكن دي كانت تعباني شوية. انا فاكرة اللي حصل كأنه حصل امبارح بالظبط، شفت ناس تضرب علينا نار انا وابني، كانوا عايزين يموتوني انا وابني وجوزي. ان هي كانت مبيتة وروح الانتقام جواه. عايزك تعرف ان محارب لا له كبير ولا له اخر.